ملابس الزعل او فساتين الزعل، هتلبسي ايه وانتي زعلانه مع جوزك؟ تخيلي ان انتي المفروض تختاري اختيارات ذكيه جدا عشان توصلي له رساله معينه. فاكرين فستان الزعل اللي وريته لكم قبل كده وحبيتوه في حلقات فاتت؟ النهارده بقى فساتين الزعل او فساتين لما تبقي تقلانه شويه على جوزك. بس قبل كل حاجه، لو انتم مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو ده، ويلا بينا. انا عايزه اقول لكم ان الفساتين دي تعتبر ممكن تستخدميها زعل، ممكن تستخدميها فساتين محتشمه قدام المحارم او قدام ولادك لو ولادك كبار شويه. ده برضو يعتبر نوع من الزعل، يعني ان هم كبروا فلازم ايه تلبسي قدامهم حاجات مقفله سنه لو انت حابه ده. واخيرا برضو ممكن تلبسيهم قدام مثلا اخت الزوج، يعني اللي هو الستات مش عايزه توريهم قوي حاجات ضيقه. فما شاء الله الفساتين دي اكتر فساتين هتتلبس. فانتوا كنتوا حابين حاجات تكون محتشمه وفي نفس الوقت فيها انوثه وجمال، وهو ده اللي انا هوريه لكم النهارده. وهقول لك بقى ايه الرساله المفهومه ضمنيا انت بتقوليها لجوزك من عن طريق الفستان الذكي اللي انت هتكوني لابساه. خلينا مع بعض نفتح دول خمس فساتين من شي ان، والكولكشن كله تحت والروابط بتاعتها تحت، وهي تبع كولكشن كمان تعتبر. عندهم عاملين كامبين رمضان خصومات فالحقوها. فيلا خليني اوريكم القطع ويلا بينا. بصوا اول فستان حقيقي حبيته جدا جدا جدا. زعل ده ولا مش زعل؟ بصوا هو قطن من فوق عامل زي تي شيرت، وهنا في استك كده بيمط، بس شكله في اللبس خطير. انا بصراحه غشيتكم وجربت الحاجات دي عشان اشوفها في التلبيس عامله ازاي ومريحه، وكمان المقاسات عشان البنات اللي بتطلب تقولي المقاس طب واسع ضيق، فحبيت اجرب لان اعتدال للاسف ما بتقوليش اي حاجه ما بتساعدنيش خالص. فستان تحفه ازاي، عايزه اقول لكم انه يجنن ومحتشم، والحركه بتاعه المثلث ده جاي كده بتخليكي رشيقه جدا بتخليكي رشيقة جدا. خامة مريحة، انا حبيته. انتي بتوصلي له رسالة، بص انا مش فاضية لك، يعني هو الرسالة اللي هتوصل من الفستان ده انا اصلا مش مهتمة قوي، يعني ايه انا مركزة في حياتي مش عارفة ليه، بس هو لون المستردة مع الكحلي بديكي حق تحسي ايه انا مركزة في حياتي، اللي هو سيبني دلوقتي انا مركزة. هو ده الرسالة اللي هتوصل. لطيف النص كم بتاعه وحقيقي مريح، يعني دي اكتر حاجة حسيتها فيك. فانتي بتبقي زعلانة ومستريحة في نفس الوقت. الفستان يعني هوريه لكم على المانيكان خطير، وعايزة اقول لكم ان هو في زي نص بطانة من هنا فشوية مش بيشف. لا يعني بصوا الفستان ده هقول لكم اسمه اول لما هتلبسوا الموضه هتعرفوا اسمه. فستان اسمه هو في زعل حلو كده، هو الفستان اسمه كده، هو في زعل حلو كده، لان هو حقيقي يعني الايه السهل الممتنع رقيق جدا. هو ده على فكره في منه خمس الوان، بس صراحه انا زي ما قلت لكم بشوف الريفيوز مين اكتر لون جايب تعليقات، وكمان بنات كتير عاملين ريفيو بشوف الالوان على الواقع مش صوره الموديل. فده اكتر واحد حسيته حلو فعلا، طلع حلو قوي. وعش النمله ده عارفين يعني انوثه بتتكلم. وبعدين في ميزه حلوه قوي، انت رضيتي عنه هننزل الكتف كده، ما رضيتيش عنه هنرفع الكتف كده. احنا اتبسطنا شويه وهنبدا ايه نصالح بعض، بننزل الكتف كده، زعلانين من بعض هنرفع الكتف. فانت عن طريق الكتف هتقدري توصلي له رسائل غير مباشره، اوكي؟ فالفستان ده حقيقي بالذات للعروسه، انت زعلك في الاول بتبقى ايه بيبقى لسه رقيق ورومانسي، بعد كده بيبقى فيه خنشره الحاجات التانية. لكن الزعل ده زعل عروسة صغننة كده لسه في الأول بتتدرب على الزعل، لكن بعد كده بتبقى في فساتين تانية. فالفستان ده لا يفوتكم، يعني كتكوت جدا. الفستان اللي بعد كده هو شبيه شوية لأول واحد، هو إيه نفس احتقاقي بأول واحد اللي هو نفس الإحساس بتاعنا، حياتي مليانة وورايا حاجات كتير مش فاضيه شويه، بس على رياضي اكتر، يعني ده الدلوعي اكتر. ليه بقى هتقولي دلوعي؟ لان في فتحات تهويه هنا تحت، يعني ده بصوا هو نازل خامه كده قطنيه سبورتيف شويه، لا بصراحه مريح قوي برده، بس في فتحه من هنا وفتحه من تحت، وفي هنا برده كابيشو شكله كتكوت. لو برده عايزه توصلي له رساله الجزء اللي فوق ده كتكوت قوي، لو عايزه بقى ايه اللي هو انا هنام دلوقتي وايه مثلا حاطاه كده اوكي، اللي هو سيبني انا زعلت. يعني انت بقى انت شطارتك بقى تستخدمي كل جزء فستان الزعل ازاي، دي بترجع للتالنت بتاعتك. الحركه دي بتخسس قوي بالذات البنات اللي عندها بطن، تمام؟ ممكن تاخد ستايل حاجه تكون مقسومه كده او فيها خياطه من قدام من الجنبين، وهو مطاطي بصراحه فلطيف. بس انا مش عارفه هو ده بيجي ويخلص، فانتوا حطوه لو ما لقيتوهوش حطوه بقى اللي هو ايه ان انتوا تتابعيه كل شويه في الفيفوريت، لو خلص بيجي تاني.
بس خطير صراحة. أقحمته قطنية لطيف جدا، منه محتشم زي قلنا مع الأطفال وكده، ومنه طبعا زعل كل الفساتين دي تطلع على طول. العقاب، العقاب وحش. فستان بقى ده يعني تحس ان انت هانم في نفسك جدا، اللي هو اللي هو ايه، انا اصلا برستيجي ما اسمحليش ان اتخانق معاك. يعني انت بتوصلي له الرساله دي. واحده بقى لابسه حاجه شبه البولو شيرت كده، وبقى لوجو هنا، وهو شبه شويه حاجات يو اس بولو، بس طبعا لا يو اس ولا اي حاجه، ده شيء يعني. بس جميل بقى فيه ان انت من قدام هتبقي باين ان انت زعلانه جدا بقى وتقلانه، ولابسه له بقى اسود وبتاع وفستان كده. بس هو من الجنب الحركه دي طبعا زي ما قلت لكم، الحركه دي بتخسس جدا، اللي هي اللي هي زي الشريط بيبقى دايما موجود في الستايل السبورتيف. الجميل بقى في الموضوع انت بتبقي زعلانه من قدام، بس ايه ممكن تصالحيه من ورا. يعني شايفين بيبقى من ورا بيجي ضيق اوكي، بعدين في فتحه ما شاء الله لحد الركبه من فوق، يعني هي مش هتبين رجلك غير لحد الركبه. فبرضو عشان الستات اللي عندها اولاد، انت اهو يعني لابسه حاجه عاديه زي الفستان الشانيل، بس بيبقى شكلها طبعا جامد جدا. فانت زعلانه من قدام، وايه ممكن تصالحيه من الايه، من الفستان من النص الثاني. والفستان انيق جدا، خامته قطن حلوه، والحركه اللي قلت لكم عليها اللي هي التقلمتين اللي من الجنب دي بتخسسك جدا وبتخلي شكلك ارفع وجميل. الفستان ده مناسب حتى للستات الممتلئه، بيداري منطقه البطن، وحركه فتحه البولو دي او اللي هي من قدام دي حركه زي كده بتديكي شكل انيق جدا. بلاش يا جماعه واحنا زعلانين نطلع بقى ايه الجلابيات اللي عليها تويتي وميكي ماوس، ما تعاقبيش الراجل. وبعدين ده 20% ليكرا على راي مربوحه، فالليكرا برضو بيفرق مع الراجل. والفستان اللي بعد كده هو فستان رقيق قوي، الوانه جميله بصراحه. وهو ده عارفه صغيره على الحب، ده صغيره على الزعل. دي فكرته ان انت تحسسيه اللي هو انا ارق من انك تزعلني، يعني فاهمه الفكره ازاي؟ بتقولي له كده رساله غير مباشره، انا ارق من انك تزعلني. شايف الورد الصغير ده ونازل على كلوش وشانيل، يعني لحد اهو هوريه لكم برده من بعيد، لحد تقريبا الركبه ومداري الركبه، عشان زي ما قلت لكم لو حابين تلبسوه، سواء بقى انه في رمضان على الاحتشام يعني، او سواء ان في مثلا ولادك، او سواء ان انت حابه تلبسي ده قدام مثلا اخته واختك خالته وخالتك كده، فهو ده يمشي الحال. وهنا الكم كده منفوش، بس ده بيناسب اكتر البنات اللي منطقه الصدر مش عندهم ممتلئه قوي، لان هو مشكلته ان هو القصه بتاعته من هنا اوسع. وكمان بيناسب قوي البنات الحوامل، لو انت لسه في اول الجواز وحامل بقى في يعني اول بيبي وكده، بتبقي لسه كتكوته وكيوت ورقيقه، فممكن تلبسي ده. بعد كده بنلبس حاجات تانية خالص المنطقه، الفستان الجينز اللي هو بيتلبس بره وجوه، ده بيبقى فستان الحمل. لكن انت لو لسه اول بيبي بقى وحامل بعد 3 4 شهور من الجواز، ده كمان يمشي حاله، لانه هنا استك، فهو يمشي حامل، يمشي حاله واكله كرومب، يمشي حاله زعلانه، يمشي حاله كل حاجه. وبكده تبقى خلصت حلقتنا وخمس فساتين. قولوا لي مين اكتر فستان عجبكم، وحابين تشوفوا ايه تاني فساتين وقطع العرايس من شي ان او من اي موقع تاني. بس انا بحس شي ان عشان يعني سعره في اللذيذ وبيوصل اغلب الدول، وده والله هدفي انا. اغلب القطع دي انا ببقى يا دافعاها يا دافعه جزء من الجمرك، يعني مش مفيش اي فايده دايركت، بس فعلا بعمله عشان انتوا تستفادوا. لان كتير جات لي تعليقات انه لما بيفتحوا لينك من الروابط دي بيشوفوا افكار كتير قوي للفساتين بنفس الطريقه اللي هي في الجزء ده، لان الموقع بقى زحمه جدا، فما بقاش بسهوله بيقدروا يلاقوا. وفي ستات بتشتري من مواقع تانية او من المحلات، فبتعرف تختار القطع عشان ما يحصلكيش زي مربوحه وتخش عليه بيا لبنى. وكده تبقى خلصت حلقتنا. ما تنسيش تشترك في القناه وفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده، واشوفكم على خير.